أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. العربي الجديد اللندنية: حلفاء إيران في العراق يلوحون بورقة المعارضة. العرب اللندنية: عراقيون يفتتحون موسم الاحتجاج الصيفي على أزمة الكهرباء. وتتساءل عكاظ السعودية في تقرير لها: هل دقت ساعة السقوط؟ من المقالات يكتب زهير الحارثي في الشرق الأوسط: مسلسل الاغتيال السياسي والفاعل ليس مجهولا. ويتساءل عريب الرنتاوي في الأيام الفلسطينية: هل يلتهم التنين الصيني دور واشنطن في الشرق الأوسط؟ التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة العربية الجديد اللندنية إن حلفاء إيران في العراق يلوحون بورقة المعارضة كضغط لإخضاع الكاظمي. وتكمل الصحيفة: إنه مشروع يجري بحثه لتبني خيار المعارضة السياسية للحكومة، ويدرج مراقبون هذه الخطوة ضمن محاولات إخضاع الكاظمي ومواصلة الضغط عليه في ملفات عدة، أبرزها ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق ووضعية الفصائل المسلحة وعدم المساس بمصالحها. ويعتبر المحلل السياسي نجم القصاب أن هذا التلويح هو بهدف الحصول على مكاسب سياسية، وأن الذهاب للمعارضة هو مجرد تهديدات. رأت صحيفة البيان الإماراتية أن الكاظمية يتخذ خطوات جريئة ضد إيران في مسعى لتحجيم نفوذها في العراق. وتضيف البيان: بعد تضييق الخناق على ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران، اتجه الكاظمي إلى المنافذ الحدودية التي تعد أهم مصادر تهريب السلاح إلى العراق للعمل على تقويض أي قوى وفق المستويات القضائية وأهمية مواجهة نفوذ إيران وفق القانون. قالت صحيفة العرب اللندنية إن عراقيين يفتتحون موسم الاحتجاج الصيفي على أزمة الكهرباء. وتوقعت مصادر عراقية أن تتواصل الاحتجاجات في تفجرها بوجه الحكومة الحالية، وقد تتصاعد أكثر مع المزيد من تراكم المصاعب المالية وتفاقم الأزمة الاجتماعية. وتضيف الصحيفة: تظل أزمة الكهرباء في العراق عنوانا للفساد، ولا يستثني عراقيون ربط أزمة الكهرباء المستفحلة بأسباب سياسية تتمثل في حرص الأحزاب الحاكمة والمرتبطة بإيران على إبقاء العراق في حالة تبعية لطهران في هذا المجال الحيوي. أكدت صحيفة المدى العراقية أن البيروقراطية والفساد عطلتا تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين لإعمار الموصل. وتضيف الصحيفة: جمع العراق ما يقارب من 30 مليار دولار ولم يتحقق أي تقدم في ملف إعادة الإعمار. ووسط تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، دفع ذلك الحكومة لوضع مشاريع إعادة الإعمار في درجات أدنى. واستنادا لاستطلاع في الموصل أجراه المجلس النرويجي للاجئين، فإن أكثر من 270 ألف شخص ما يزالون غير قادرين على العودة إلى مناطقهم. تساءلت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها: هل دقت ساعة السقوط؟ تقول فيه: يحمل النظام الإيراني كل عوامل الفناء من الداخل، وهذه المرحلة تبدو الأقرب إلى الانهيار أكثر من أي وقت مضى. فالثورة التي ألقت بكل وعودها وراء ظهرها وأحالت إيران إلى تصدر دول العالم في القمع والإرهاب تقف اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تتحول إلى دولة داخل حدودها وترعوي لقوانين المجتمع الدولي ومسؤولياته، وإما أن تنتظر ساعة السقوط التي يعتقد مراقبون سياسيون أنها الأقرب. ويضيف التقرير نقلا عن مصدر في المعارضة الإيرانية قوله: إن الداخل الإيراني لم يعد قادرا بمفرده على مواجهة عمليات القتل والقمع التي يسقط فيها آلاف الضحايا من دون سند دولي حقيقي يقود إلى الإطاحة بالنظام وإحداث تغيير جذري في إيران.
أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات يكتب خير الله خير الله في الرأي الكويتية معاقبة إيرانية لمصطفى الكاظمي. يقول الكاتب: إيران التي اندفعت في مختلف الاتجاهات انطلاقا من بغداد لم تدرك في أي وقت أنه سيأتي يوم تجد نفسها في مواجهة عقوبات أمريكية فعالة. والهجمة التي يتعرض لها الكاظمي وحكومته التي تخوض مفاوضات في غاية الدقة مع الأمريكيين تتعلق بمستقبل وجودهم العسكري في داخل العراق، وثمة مرحلة دقيقة يمر فيها العراق تفرض على الكاظمي التساؤل عن مدى جدية الدعم الأمريكي وإلى أي حد يمكن لإدارة ترامب استيعاب أهمية العراق بالنسبة إلى إيران، حيث بات النظام الإيراني يعرف تماماً أن مستقبله مرتبط إلى حد كبير بالعراق وسيطرته على بغداد. ويكتب زهير الحارثي في الشرق الأوسط: مسلسل الاغتيال السياسي والفاعل ليس مجهولا. ويرى الحارثي أن جريمة الاغتيال السياسي من أبشع الجرائم ومرفوضة اجتماعيا وإنسانيا ودينيا، وتعكس حالة دنيئة من السلوك المريض الذي يتنافى مع كل الأعراف والقيم. ويكمل الكاتب بالقول: جريمة القتل بدم بارد هدفها إسكات صوت الحق والكلمة الحرة، وقد يموت صاحبها ولكن الحقيقة لا تموت أبدا. رموز فقدناهم وفقدهم التاريخ، وقد وضعوا بصماتهم وقالوا الكلمة الحرة، ويحملون قلوبا صادقة وطنية ينادون باستقلالية بلادهم رافضين تدخل الخارج أيا كان. ويتساءل عريب الرنتاوي في الأيام الفلسطينية: هل يلتهم التنين الصيني دور واشنطن في الشرق الأوسط؟ وينظر الرنتاوي إلى العشرية القادمة إلى أنها ستشهد وفقا لأغلب الترجيحات والتكهنات تزايدا في الحضور الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بوابة التجارة والاستثمار، وسيتحدى بحضوره للولايات المتحدة فحسب التي ينخرط معها في حرب باردة تسخن أحيانا، بل سيتحدى أيضا حلفائه وأصدقائه الدوليين والإقليميين. ويضيف الرنتاوي بالقول: الفيتو الأمريكي المشهر في وجه التمدد الصيني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأخذ في فقدان تأثيره تدريجيا، ذلك أن واشنطن بانتهاجها سياسات انكفائية دوليا وتنصلها المتكرر من التزاماتها المقررة بموجب معاهدات دولية لم تعد مصدرا للثقة لدى عدد متزايد من دول المنطقة وحكوماتها. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور صباح اللو الكاتب والمحلل السياسي. يسرنا متابعتكم تفاصيل الحوار. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة
ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صباح اللو. مرحبا بك دكتور صباح إلى هذا الحوار. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك. نبدأ من عنوان صحيفة العربية الجديدة اللندنية: حلفاء إيران في العراق يلوحون بورقة المعارضة كضغط لإخضاع الكاظمي، وهو مشروع يجري بحثه لتبني خيار المعارضة السياسية للحكومة. برأيك لماذا يلوح المعسكر المدعوم إيرانيا بالضغط على الكاظمي؟ بالتأكيد الكاظمي أعطى وعودا في بداية تشكيل حكومته، وكلنا ندرك أن العوامل البيئية الموجودة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق وإقليميا ودوليا لن يتمكن من الإيفاء بها، نقدر أن نقول بنسبة 50%، لو استطاع أن ينفذ 50% مما قاله أنا أعتبر ذلك جيد جدا. ولذلك القوى السياسية التي جاءت به وأقرت حكومته وصدقت عليها حقيقة هي تمتلك مفاتيح استبعاده بحكومته لا شك في ذلك، ولكن المناورات المختلفة والضغط على الكاظمي كي يكون تحت أمرتهم في كل شيء كالوزراء السابقين عادل عبد المهدي و العبادي وكذلك أيضا المالكي وآخرين، هذا الجانب حقيقة بدأ يأخذ أشكال مختلفة، حالات الضغط المختلفة. كلنا ندرك أن الكتل الموجودة في داخل البرلمان متناقضة فيما بينها من حيث المصالح وليس متناقضة من حيث عمليات البناء لدولة القانون وبناء العراق الجديد. لذلك نلاحظ يلوحون بوجود معارضة من حيث عمليات التكتل، وهي لعبة سياسية في اعتقادي قد لا تنجح. نعم دكتور، نتحول إلى صحيفة البيان الإماراتية، عنوان: الكاظمي يتخذ خطوات جريئة ضد إيران في مسعى لتحجيم نفوذها في العراق. برأيك هل يستطيع الكاظمي تحجيم النفوذ الإيراني في العراق؟ بالتأكيد هذا الموضوع ليس من إمكانية أي حكومة بصراحة، منذ 2006 ولغاية اليوم تترسخ سيطرة السياسة الإيرانية في جميع مفاصل الدولة وخاصة المنافذ الحدودية، حيث المنافذ الرسمية لو يتم عمليات إحصاء لها خصوصا في الحدود العراقية الإيرانية لا تتجاوز 10 منافذ، أما حاليا فيتواجد أكثر من 30 منفذا، إذن يدلل أن هناك منافذ غير رسمية. هذا العمل هو أعطى إشارة ومؤشر أن الحكومة العراقية يجب أن تفرض سيادتها على جميع المنافذ الحدودية سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية، وبدأها أولا في منفذ ذهابه إلى المنذرية ومنافذ الحدود محافظة ديالى مع إيران، ووضع قوى سياسية قوى أمنية للعمل على إدارتها بالشكل السليم والصحيح. عجبا هل يستطيع أن ينتقل إلى أماكن أخرى، علما بأن المنافذ الغير الرسمية هي المهمة والجوهرية الأساسية لإيران في مسألة التهريب للسلاح وكذلك أيضا المخدرات، وإضافة إلى عمليات تهريب الأموال وغير ذلك، وهذه مصادر تمتلكها جهات تابعة 100% إلى إيران ممثلة بكتائب حزب الله وثأر الله ومجاميع من حركة النجبة وعصائب أهل الحق وحركات مسلحة محلية في البصرة وديالة ومناطق أخرى تستفاد منها الأحزاب السياسية حقيقة بالإدخال كل ما تحتاجه من إيران، إضافة إلى
حالة الفوضى الاقتصادية للبضائع بكل أشكالها دون وجود أي شكل من أشكال الرقابة والتأكد من سلامة هذه البضائع. ولذلك نلاحظ هناك الكثير من الأحداث التي مرت بوجود بضائع فاسدة أو غير قابلة للاستهلاك البشري، خاصة في المسائل الغذائية كثيرة، وهي السبب الجوهري والأساسي وجود المنافذ اللارسمية وعدم وجود أي شكل من أشكال سيطرة الحكومة على هذه المنافذ في خدمة للأحزاب الممثلة بأذرع عسكرية تعمل على حماية هذه المنافذ. ولذلك نلاحظ قد لا يستطيع الكاظمي أن يعمل على تحرير هذه المنافذ ووضعها تحت سيطرة الدولة 100% إلا بالتصادم قد يكون مسلحا مع هذه الفصائل والأحزاب. طيب دكتور، ننتقل إلى صحيفة العرب اللندنية. عراقيون يفتتحون موسم الاحتجاج الصيفي على أزمة الكهرباء، ولا يستثنون ربط أزمة الكهرباء المستفحلة بأسباب سياسية تتمثل في حرص الأحزاب الحاكمة والمرتبطة بإيران على إبقاء العراق في حالة تبعية لطهران في هذا المجال الحيوي. ما تعليقك دكتور على ذلك؟ حقيقة مسألة الكهرباء نعيشها نحن من عام 1991 ولغاية اليوم، وهناك صرفت أموال بمليارات، أكثر من 37 مليار دولار أنفق من إيرادات وخزانة الدولة العراقية، لكن لم يتم عمليات الإيفاء بشكل سليم وصحيح في توفير الطاقة الكهربائية، حيث العراق في الظرف الحالي يحتاج إلى 23 ألف ميجا واط، بينما الحكومة العراقية بما تستورده من الطاقة بحدود 1200 ميجا واط من إيران، إضافة إلى الغاز الذي يعمل على توليد بحدود 3.2 ألف ميجا واط، تنتج بكاملها العراق وبما تستورده من إيران لا يتجاوز 16.5 ألف ميجا واط، وهذا يشكل خطرا كبيرا في مسألة تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية، ويشكل خطرا عاليا ما نلاحظه من حركات الاحتجاج المختلفة في الظرف الحالي مع درجات الحرارة العالية في هذا الشهر والشهر القادم وغيره. لذلك نلاحظ هناك سياسة واضحة المعالم في عدم تمكين العراق من تجاوز هذه الأزمة وحلها لأسباب أولى، أنها إيران مستفيدة بحدود حوالي 3.5 إلى 5 من مليار دولار سنويا من توريد الكهرباء والغاز، إضافة إلى أصحاب المولدات وتجار المسيطرين تبع الأحزاب على عمليات توريد المولدات وعمليات التجهيز وقطع الغيار وغيرها، إضافة إلى عمليات الاستنزاف للمواطن الذي لا يعطيه الإمكانية في تطوير نفسه اقتصاديا وصناعيا وترفيهيا واجتماعيا مسألة الكهرباء. طيب صحيفة المدى العراقية تقول إن البيروقراطية والفساد عطلتا تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين لإعمار الموصل، لماذا التأخير الحكومي في إعمار الموصل؟ المؤتمرات التي حصلت في مسألة التموين للعراق وعمليات إعادة البناء، والعراق شكل هيئة وما زالت تعمل الهيئة دون وجود أي شكل من أشكال الإيجابية الواضحة على الأرض في مسألة إعادة إعمار المناطق المدمرة وخاصة مناطق الموصل، وحتى في
الرمادي وصلاح الدين وديالة وغيرها من المناطق، ولكن الموصل خاصة هناك أعداد كبيرة جدا تقدر بأكثر من 270 ألف من النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم بانتظار عمليات إعادة الإعمار والتعويض والبناء وبناء استعادة البنية التحتية، ولكن هذا لم يحصل، والسبب الجوهري الأساسي هو الفساد السياسي والفساد المالي. حتى عمليات المنح التي قدمت تم عمليات هدرها أو سرقتها أو توظيفها في مجالات لا علاقة لها بإعادة النازحين حقيقة. ولذلك نلاحظ وزارة الهجرة نفسها تقول إن أسباب عدم عودة النازحين تتمثل في افتقار مناطقهم للخدمات وتعرضها للدمار الكبير، وهذا يرتبط أيضا بعمليات أهداف سياسية بحتة مستفيدة من وجود النازحين واستثمار أصواتهم، وهذا ما حصل في انتخابات 2018. ولذلك نلاحظ هناك صفقات فساد واضحة في الحكومة من حيث عمليات تجهيز المخيمات بالمواد الغذائية والنفط وغير ذلك، ولذلك نلاحظ عدم حل وفك الارتباط في مسألة عودة النازحين واستعادة عمليات الإعمار. ولذلك نلاحظ حتى الدول المانحة انخفض صوتها في مسألة الإعمار رغم وجود اتفاقيات كثيرة، ومنها الاتفاقية التي أبرمت مع السعودية أثناء وجود عادل عبد المهدي في زيارته، ولكن حبرا على ورق في مسألة المساهمة دول الخليج في إعادة الإعمار ومساهمتها في شركات عملية استثمار في مجالات الصناعة والنفط والغاز وغير ذلك، وقعت كثيرا وكأنها حبرا على ورق. وهذه سياسة الفساد بأن تستبعد أي شكل من أشكال التطور الذي يعطي الإمكانية في عملية تحجيم الفساد وعمليات سرقة الدولة حقيقة. نتحول دكتور إلى صحيفة الشرق الأوسط، فيها مقال لزهير الحارثي عنوانه مسلسل الاغتيال السياسي والفاعل ليس مجهولا. الكاتب يرى أن جريمة الاغتيال السياسي من أبشع الجرائم، وقد يموت صاحبها ولكن الحقيقة لا تموت أبدا. ماذا عن الاغتيال السياسي الذي استفحل في العراق بعد عام 2003؟ بالتأكيد عمليات الاغتيالات الميزان الخطير جدا والواضح المعالم نتيجة انتشار السلاح وعسكرة الحياة في العراق منذ 2003 ولغاية الآن، ولكن يتأرجح ما بين عمليات الصعود والنزول تستثمره حقيقة القوى التي تعمل على إبقاء حالة الفوضى الأمنية بالعراق. لاحظ عمليات الاغتيال خصوصا للناشطين والمفكرين والأدباء الذين يعملون على توعية الشارع العراقي لما تقوم به السياسة الإيرانية بالمنطقة، ولذلك أخيرا اغتيال هشام الهاشمي يعطي مؤشر خطير جدا بأن هذه القوى تفقد إمكانية أن تجد أي شكل من أشكال البديل في استمرار سيطرتها على العراق حقيقة. ولذلك نلاحظ احتمالات الانفجار أن تحصل في الأشهر أو الأسابيع القادمة أو هذا العام حقيقة، خصوصا وأن الكاظمي إذا تم عملية دعمه في إجراءاته لتحجيم إيران سياسيا واقتصاديا وأمنيا في داخل العراق، هذا سيؤدي ذلك إلى إيقاف أي شكل من أشكال عمليات الاغتيالات أو غيرها أو عمليات المواجهة المسلحة. هذا قد يحصل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لإيران، ولذلك نلاحظ
عمليات الاغتيال السياسية تسبق أي شكل من أشكال عمليات المواجهة، أو هي عبارة عن إنذار يعطي مؤشر بأن هذه القوى فقدت صوابها بشكل كبير جدا. ولذلك نلاحظ صفة عمليات الاغتيال هي صفة لا إنسانية، وتستبعدها كل القوى السياسية المحبة للسلام والإنسانية. نعم، إذن دكتور صباح انتهى وقت البرنامج، أشكرك الشكر الجزيل. حياك الله. مشاهدينا، كان معنا هاتفيا من عمان الدكتور صباح اللواء الكاتب والمحلل السياسي. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم أحلى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.